اليوم أكو ماكو يطيحون في ورطة. حرام حرام عليك حرام. ألو تلفزيوني انكسر. أيوه عليك كفالة. حلوة أخوي عندي تلفزيون ببيعه. ها؟ لا ما في شيء بس في زلقة بسيطة حيل صغيرة. ألو حاجيك ما عندك أحد يشتري تلفزيون مكسور؟ ليش ما عليك كفالة؟ مكسور وعليك كفالة؟ أكيد مؤامرة. مدد فترة الكفالة واحمي مشترياتك مع بطاقات الوطني فيزا الائتمانية.